العاشر من رمضان رمد وما زال نرى هذا السماء الذي ما زال يصعد بقوه وحتى الان لن نحقق الهدف بتاعنا اللي عنده مستويات ال 2 جنيه وسبعين مستويات 2 جنيه ونص طيب احنا فين لو احنا لاحظنا احنا قلنا ان احنا عايزين مستهدفاتنا من الموجه دي هناخد منها مستويات ال 200 لحد مستويات ال 261 فيبو كهدف للدوره السعريه كلها وما زلنا نتداول عند مستويات ال 161 فيبو كهدفنا الاول لسه لن نتحقق اللي هيكون عند مستويات ال 2 جنيه ونص خلينا نمشي مع بعض واحده واحده ونخرج ونروح على فريم الساعه ونشوف احنا بدانا موجه ثالثه من عند المستويات دي طيب لو احنا ملاحظين احنا بدأنا موجة السعرية جت معانا على هذا الشكل عملنا منها بمنتهى البساطة وهنا بنداية الانعكاس كمان عملت واحد وصححت باتنين كانت نين سهم قوي وما زلت اتداول داخل الدورة السريعة بتاعتي وحتى الان لسه محققتش الهدف بتاع الدورة السريعة بتاعتي اللي هو عنده مستويات ال 2 جنيه ونص والهدف التاني اللي هيكون عنده مستويات ال 2 جنيه و 65 يمشي ما زالت النظرة ايجابية للسهم واي تراجع هيكون فرصة شرائية اعلى من السهم ده امتى لو كسر للمناطق دي لكن طالما هو فوق مستويات ال 2 جنيه اعتقد ما زالت النظر ايجابيه وأي اي تراجع وهيكون فرصه شرائيه طيب لو انا رجعت على فيم الدليل وابص على حاجه انا عندي شمعة صانع سوق وشمعة سيوله يعني انا بمنتهى البساطه كمان ممكن ارسم على الشمعة دي وافضل اتسلل معاها الشمعة دي ممكن توديني فين انا عايز مستويات ال 300 فيبو منها بس لا اكتر ولا اقل يعني مش هقول لك بقى 361 ولا كل الكلام ده 300 فيبو بتاعتي بتوديني لفين بتوديني لحد مستويات ال 2 جنيه ده ممكن تمشي بالطريقه دي وممكن تمشي بالطريقه دي طيب لو رجعت بقى على فيلم 15 دقيقه واشوف هيكله التصحيح انا عندي تصحيح ضعيف واعتقد ان هو اوشك على الانتهاء لو نزلت على فيلم 5 دقايق كمان اعتقد يعني خلاص يعني التصحيح خلص على ما اعتقد وما زلنا نبحث عن قمه جديده لهذا السهم. لو رجعنا على تحليلنا تاني ونرجع مع بعض على الساعة ما زلنا بنستهدف ايه؟ ما زلنا بنستهدف مستويات ال 161 فيبو من الدورة السوية بتاعتنا كهدف محتمل ولكن الدورة السوية كلها أنا هستهدف مستويات من 200 ل 261 فيبو وما زلت بستهدف الهدف الأول عنده مستويات 2 جنيه ونص والهدف الثاني عنده مستويات 2 جنيه 66 قرش ونستخبي شوية ثم نعود لهذا السم مرة أخرى وبالتوفيق.